ايه اللي ممكن نعمله، او ايه اللي ممكن الشاب اللي في اللي موجود في الذنب ده او اللي بيعمل الذنب ده يقدر يتخلص منه بـ 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 بدون ما يتعب قوي؟ شوف، هو اولا لازم نقول ان هو نوع من الادمان، دي هو حقيقة. نوع من الادمان، ومفيش ادمان الا وهو شديد السوء. الادمان كلمة تحمل الضرر. كلمه الضرر والكراهيه والقرف، القرف، لان دي بتبقى الحاله النفسيه. دي حقيقة. عايز اقول كلام عملي، انت عايز تسمع كلام نظري ولا لا، كلام أنا عملي؟ عايز الكلام العملي، مش الكلام اللي على، يعني أنا عايز كلام يتعمل. مش هقول مواعظ. لازم حل، لازم حل، طب وحل قبل حل، عملي جذري. هل في ناس عرفت تتخلص من الموضوع ده ولا لا من الشباب؟ أكيد في يا دكتور، طبعا صح، أكيد في، وفي شباب كتير كمان. صح، برافو. وانا اعرف شباب وهم اللي حكوا لي الكلام اللي انا بحكيه ده، وانا مش هديك مواعظ، انا هحكي لك قالوا لي خلصوا منه ازاي. من الآخر، واحد، رياضه، لعب رياضه كتير. اتنين، شغل كتير لفتره. هتقول لي اصل انا كسلان وما بقدرش اعمل رياضه حنعوكي بقى اي كلام بقى، يبقى انا اصلا مش عايز، نقول يبقى اي انا مش عك. عايز ابطل بقى اصلا، يعني لو انا ما خدتش ما عملتش ده. انت هيحصل البروسيس التاليه، الخطوات التاليه. واحد، قرار انا مش هتفرج، عشان ده حرام وعشان انا مش عايز ابوظ دماغي. قرار، اصل اي حاجه على فكره الحياه كلها قرارات. الحياه هي انت، قصه حياتك عباره مجموعه القرارات اللي خدتها في حياتك. قرار واحد. اتنين، شهرين انشغال شديد، رياضة، شغل، جيم، لعب كورة، شغل، عمل خيري، خروج مع اصحاب، وقتي مش فاضي. اتنين، تلاتة، الوقت اللي بيحصل فيه هذا الخطأ هتجنب الوقت ده. انا عارف البيئة اللي بيحصل فيها الخطأ ده، الساعة كذا، في الوقت الفلاني، بالليل، وحدك في كذا، في البيت، كذا، انا هتخلص من البيئة دي. مثلا هعمل الغاء في وقت اتخاذ قراري ان انا موجود على هذه القنوات بطريقة ما تخلينيش ارجع تاني، معرفش ازاي. او الوقت ده انا هكون واصل فيه ان انا ميت مش شايف قدامي من كتر الرياضة والكورة والشغل. تلاتة، ورد استغفار كل يوم بعد شهر. لو كل يوم 100 عن الذنب ده بس، هتوقف الذنب. ودي تجربة، يعني آه 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 دي تجربة آه عملية. لأن بيحصل جواك تدافع رهيب بين إرضاء الله وبين الذنب، وهيغلب إرضاء الله لأن ربنا هيعينك.